هو تمام حكم تنفذه فليس السؤال لماذا في هذا الوقت ليش تأخر أنا أعتقد من حق المواطن يسأل ليش تأخر مو ليش يعني هو تأخر أكثر من اللازم ومحاكم اللي سبقتنا بالعالم ما أخذت هيش وقت رغم أن ملفاتها عقد عشان يجي يحجي بكيف براحته بالعكس سكس معنا بالحكي الخروط إعدام صدام في هذا اليوم يوم تاريخي في تاريخ العراق وسيكون الضربة القاصمة لظهر الإرهاب والتكفير إن شاء الله وستستقر أرواح الشهداء في عليين وتستقر روح المجرم صدام في جهنم وبئس المصير امرو برن يعني اعلان كرك صدام اعدام كراو بلانكي تو وكو كردي كان زيك كردي بين خوش بيش بيش حالهم اعدام كراو لبرو 5000 هني كيميائي بلانكي 5000 كشتوا 10000 هل بين دار هي حتى لشاري هلبجا بلان هذا كرو كومال كيزو كرو بجيرو ايش ايش تاعي ان يعني اسال يعني يعني خلص بتما ايش ايش بينه بلان بلان تو زور بي خوش انا والله بين خوش ونوكو كردي بين خوشه ناوي برزت روف روف نوح حمر رحيم اتوقع ان الامور تاخذ جانب السلبي السلبي والمؤسف فهي يعني محاكمة مستعجلة وتنفيذ الحكم إذا جرى فهو مستعجل وما ينبغي بهذه السرعة ولا في هذه الظروف التي يمر بها ينحكم بالإعدام شرف لنا أن ينحكم بالإعدام شرف لنا وشرف لكل العراقيين أن أكو بطل تاريخي وراح ينذكر بالتاريخ هاي قاوم الغزاة والأمريكان والصفويين تجمع عرفكنا بالرفاه بس زود بحكايه هذا اليوم يوم عظيم وفرحه كبيره للعراقيين لان هذا الطاغيه ان شاء الله يكون عبره لكل طاغيه بهالزمان وبكل زمان وهذا بغض النظر انه سني شيعي مسيحي كذا هو مجرم بحد ذاته هذا الرجل مجرم واثار جرائمه موجوده بالعراق